الحاجة معانا مجموعة من الشباب عملوا شركة في مجال الفيديو جيم بس لأهداف تعليمية. تعالوا نروح نشوف. تحت شعار التعليم من خلال الترفيه، أسس مجموعة من الشباب شركة ناشئة بهدف صناعة ألعاب إلكترونية مسلية وذات هدف تعليمي. إحنا عندنا بنعمل ألعاب، في ألعاب بنعملها يبقى ليها هدف وفي نفس الوقت مسلية. إزاي نخلي لعبة هي ممكن تصلح حاجة قضية في المجتمع ممكن نصلحها، وفي ألعاب بنعملها زي باقي الألعاب اللي هي بتبقى تسلية، إن دي برضه سوق مطلوب جدا. إحنا بنقدم ألعاب ترفيهية وتسيرف بهدف معين يعني. ففي احنا شغالين دلوقتي على لعبه مع مؤسسه جي اي زد ومؤسسه يمكن. كنا اصلا كانوا مقدمين مسابقه على مده 3 ايام اسمها الهاكاثون، احنا كسبنا فيها، وعلى الاساس ده احنا طبقنا لعبه اللي هي بتاهل سوق العمل للعمال وازاي ان احنا نساعدهم. فاحنا عاملين لعبه ازاي ان احنا مثلا ناهلهم ان هم اول يوم عمل ليهم بيعملوا ايه، بيتعاملوا مع اصحابهم ازاي، يبتدوا اللبس اللي هم رايحين بيه يختاروه بانهي، يبقى لازم يكون فورمال ما يكونش كاجوال قوي، حاجات زي كده حسب الشغل اللي هو رايحه. فدي طبعا بتسيرف هدف معين، وان احنا بنساعدهم ان احنا نعمل كده. فهي ليها كوز تاني. في لعبه تانيه تابعه للامم المتحده اللي هي مقصود بيها نعالج بيها ظاهره العنف ضد المراه والتحرش والختان الاناث. اصعب حاجه بتقابلنا دايما ان انت ازاي ان احنا نبتدي نعمل فكره من حاجه، مثلا احنا لو احنا شغالين على حاجه تكون مفروض ان هي بت 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 بتساعد ان احنا نطلع هدف لحاجه معينه او كده، ان احنا نعملها فكره تبقى فاني، تبقى لذيذه ومسليه، وفي نفس الوقت توصل الهدف اللي احنا عايزين نوصله. شارك الشباب في العديد من المسابقات الدوليه، كما حصلوا على جوائز ومراكز عالميه في صناعه العاب الفيديو. احنا قدمنا في كذا مسابقه، احنا كسبنا في مسابقه ايماجين كاب تبع مايكروسوفت، مركز تاني وثالث ورابع في العاب كيدو تشيكس وسيل وتاكس جريد. وفي لعبه ثانيه اسمها ترايبل تانسون، دي كسبنا فيها جلوبال جيم جام تبع جوجل تشويس اوورد. وفي اللي هي اللعبه بتاعت وظفني شكرا اللي هي بتاعت العمال، دي كسبنا فيها تبع جي اي زد ويمكن. وفقا للاحصائيات العالميه، فان حجم الارباح السنويه من سوق الفيديو جيم يتخطى 100 مليار دولار. رغم ذلك يعد الشرق الاوسط اقل الاقاليم انتاجا لهذه الصناعه، لذا يسعى الفريق ان يكون لهم دور ريادي في هذا المجال. احنا هدفنا ان احنا نكون احسن شركه في الشرق الاوسط وفي مجال تطوير الالعاب، وان احنا نقدر ننافس فيها شركات عالميه من خلال الالعاب اللي احنا بنطلعها، وتكون مفيده وفي نفس الوقت مسليه جدا. فكره هايله، ومن الافكار اللي احنا بنحتاجها جدا. احنا اولادنا النهارده محمد بيقعدوا قدام التلفزيون وقت اطول حاجه للكرتون ومسلسلات الانيميشنز، احيان كتير قوي في وسط الكرتون واحنا مش واخدين بالنا بيبقى في رسائل عنف، رسائل مخالفه حتى لعاداتنا وتقاليدنا واخلاقنا الشرقيه. بنبقى محتاجين جدا يكون عندنا جيمز من صنع ايدينا احنا. صحيح. وحتى الكرتون بيبقى محتاجين يبقى من صنع ايدينا احنا. دايما بنتكلم عن النقطه دي، وبقالنا في فتره كده في السوق دلوقتي فكره الفان اند ليرن، يعني تبقى مبسوط وبتلعب وفي نفس الوقت بتتعلم حاجه جديده. فيعني كمان تبقى معموله بايادي مصريه، يعني الواحد احنا محتاجين منتج ترفيهي بجد يا اسماء، والساده المشاهدين محتاجين منتج ترفيهي عربي، يعني يبقى قريب لثقافتنا وما نستوردش الفيديو جيمز او المنتجات اللي بره، لكن هي للاسف عالميه والاطفال يا عيني بيبقوا مبهورين بيها. طبعا. وعندهم حق، لان الفيديو جيمز دي فيها امكانيات جميله جدا وبصريه ومبهره جدا. بس احنا يعني كاباء كده في البيوت، انا بتكلم عن نفسي، انا ساعات بلاقي بناتي بيشتغلوا او بيلعبوا حاجات انا مش عارف هي ايه. فهي فكره لازم نعرف ايه المحتوى اللي بيدخل بيتنا، لانه في بعض الاحيان زي ما اسماء قالت بيبقى في لعبه مليانه رسائل عنف دم وقتل وغيره، او في العاب تانية كمان بتبقى للاسف الشديد فيها بعض الافكار الغريبه جدا عن او البعيده تماما عن بيئتنا العربيه. فناخد بالنا من ولادنا، مش معنى ان احنا نراقبهم 24 ساعه، لكن نعرف هما بيلعبوا ايه او بيتعاملوا مع ايه، وسائل الترفيه المختلفه.